بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل اليوم حديثنا في Theory of Congruences. عرفنا في محاضرتنا السابقة الكونغرونس ريليشن هذه، وشفنا بعض الأمثلة عليها وبعض الخواص، وشفنا إنه الكونغرونسز نتعامل معهم تماما مثل المعادلات. بإمكاننا نضيف نفس المقدار للطرفين، نطرح نفس المقدار، نضرب في نفس المقدار. لكن إحنا في حل المعادلات كنا أحيانا نقسم على نفس المقدار. عملية التقسيم هاي إحنا ما تحدثنا عنها المرة الماضية. طبعا بتعرفوا إحنا القسمة في النمبر ثيوري very very restricted، لأنه قسمة الأعداد الصحيحة مش بالضرورة تكون عدد صحيح. لكن مع ذلك يعني بإمكاننا إنه ننجز بعض التحسين في الموضوع. تعالوا خلينا نشوف هاي النظرية. theorem assume CA is congruent to CB mod N. يعني في عندي عامل مشترك على الطرفين. يا ترى هل بإمكاني أقسم على C وتطلع عندي الـ A congruent لـ B mod N؟ لا، بطلع الـ A congruent لـ B، لكن مش بالضرورة N، ممكن يكون رقم ثاني. Assume this, then A is congruent لـ B mod N over D. مين الـ D هذه؟ Where D equals the greatest common divisor between N and C. من الـ N والـ C. تعالوا خلينا نشوف البرهان. ليش هذا الكلام صحيح؟ Proof. Now D equals JCD. C و N معناته بقدر أكتب C بتساوي D ألفا، بقدر أكتب N بتساوي D بيتا، حيث ألفا وبيتا أعداد صحيحة. moreover الجي سي دي لألفا وبيتا بيساوي واحد، لأنه لو كان في بينهم قاسم مشترك بإمكاني أطلعه أضربه مع الدي، وبيصير في عندي قاسم مشترك للسي والإن أكبر من دي. فإذا لأنه الدي هي الـ greatest common divisor، إذا بإمكاني أكتب هذا. now CA congruent to CB mod N implies إنه CA minus CB مضاعف للN، يعني بتساوي N gamma، حيث gamma عددا صحيحا. الآن تعال نطلع C عامل مشترك، هي A minus B بتساوي N gamma. تعال نشيل C ونحط مكانها D ألفا A ناقص B. تعال نشيل الـ N ونحط مكانها D بيتا جاما، لأن أنا مش congruences، أعداد صحيحة. عندي الـ D موجودة على الطرفين، بإمكاني أقسم عليها وبصير عندي ألفا A minus B بتساوي بيتا جاما. So بيتا divides ألفا A minus B، وهذا implies إنه بيتا divides A minus B، since الـ JCD بين الألفا والبيتا بتساوي واحد. تذكروا هاي اللي سميناها Euclid's lemma، عندي عدد بيقسم حاصل ضرب عددين relatively prime مع واحد منهم، معناته لازم يقسم الثاني. البيتا بتقسم ألفا في A ناقص B relatively prime مع الألفا، فإذا راح تقسم A ناقص B. now بيتا divides A minus B, so A is congruent to B mod beta. لكن مين هي البيتا؟ but بيتا اللي هي بتساوي N over D. طبعا معلش أنا هنا مقسم، بس هذا عدد صحيح. so هاي النتيجة تبعتي A congruent to B mod N over D as required. إذا مرة ثانية بالنسبة للكونغروانسز، اجمعوا اطرحوا اضربوا، بضل كونغروانت لنفس ال بضل موديولر لنفس العدد. لكن في حالة القسمة إذا قسمت ال N هذه ممكن تتغير، ممكن تتقسم على دي. الآن كنتيجة سريعة لهذه النظرية كورولاري، if
CA is congruent ل CB mod N, وكان عندي JCD C و N equals 1, then A is congruent ل B mod N. إيش الفرق؟ لا هي نفسها دي. أنا هيها هاي أنا اختصرت C وخليتها modulo N على JCD بين C والN اللي هو واحد, فإذا ظلت الN زي ما هي. أيضا في عندي نتيجة ثانية corollary, if CA is congruent ل CB mod mod P where P is prime, and P does not divide C, then A is congruent ل B mod P. نفس الشيء P does not divide C. الآن قواسم ال B الواحد وال B, لما بدور على قاسم مشترك بين ال B وال C راح يكون يا واحد يا P, بس ال B مش قاسم مشترك لأنه ما بيقسم C, فإذا ما ضل إلا الواحد. فإذا JCD بين ال B وال C واحد بناء على هذا الكلام, وبالتالي بستخدم النتيجة السابقة وبكون حصلت على المطلوب. يعني بس هيك في ريمارك أخيرة بدي أختم فيها الحديث. ريمارك one, لاحظوا إنه A congruent ل zero mod N, this is equivalent to N divides A. سبب A congruent ل zero mod N, this is equivalent إنه N divides A minus zero اللي هي A, وهذا equivalent إنه N divides A. فإذا هاي نتيجة بسيطة. 2, الملاحظة الثانية, if AB congruent ل zero mod P where P is prime, then A is congruent ل zero mod P, or B congruent ل zero mod P. لاحظوا السبب AB congruent ل zero mod P هذا equivalent لأنه حسب النتيجة السابقة أنه P divides AB, و P divides AB هذا implies إنه P divides A or B divides B, لأنه P is prime, وبالتالي إذا قسم حاصل ضرب عددين لازم يقسم واحد منهم. So P divides A, A congruent ل zero mod P, or B divides B معناته B congruent ل zero mod P as required. طيب خلينا أتفرج هيك على يعني سؤالين من أسئلة الكتاب, أنا راح أحل لكم هيك شوي منهم وبعدين الباقي ممكن إنه يعني بتشوفوا يعني بكتب لكم إياه كورقة عمل. أول شيء بدي إكسل سايز منكم, راح أحطه في ورقة العمل, هذا ضروري تحلوا لي إياه. إكسل سايز بروبلم 1 page 67, كتير سهل لكنه كتير حلو, بحب انه يعني تشوفوا لي. خلينا اورجيكم هيك مثال, يعني احد فروع سؤال 8 صفحة 68, بدي احل سؤال A. بيحكي لي if A is odd integer, then A squared is congruent to 1 mod 8.
أعطوني أي عدد فردي لما أربعه راح يكون congruent للواحد مود 8. تعال هاي خلينا نجرب. لو أخذنا A بتساوي 3، A تربيع بتساوي 9، 9 هاي congruent لواحد مود 8 لأنه هاي 9 ناقص 1 8. لو أخذت الـ A 5، A تربيع 25 هاي congruent لواحد مود 8 لأنه 25 ناقص 1 24، 24 من مضاعفات 8 and so on. طبعا هاي بس هيك حتى نشوف الكلام. تعال خلينا نشوف البرهان. شو يعني odd integer؟ A بتساوي 2n plus 1. طب تعال ناخذ التربيع. A تربيع بتساوي 4n squared plus 4n plus 1 وهاي بتساوي 4 n squared plus n plus 1 معناته a squared minus 1 بتساوي 4n squared plus n معناته 4 divides a squared minus 1 وهذا implies no a squared is congruent ل 1 mod 4. بس سوري هذا يعني انا ما بدي اياه mod 4، انا بدي اياه mod 8. طيب شوفوا انا راح اكتب ال a بصوره ثانيه. A بتساوي 4M plus 1 or A بتساوي 4M plus 3. طب ليش هيك؟ since أنا الـ A لما أقسمها على الأربعة الـ A بتساوي 4M plus R، R أكبر من أو يساوي صفر أقل من أربعة. الآن R بتساوي صفر وهذا بيعطي إنه A بتساوي 4M وهذا even مرفوض. لا إحنا حكينا الـ A odd. لو أخذت الـ R بتساوي 2 معناته A بتساوي 4M plus 2 هذا بتساوي 2M plus 1 هذا برضو even. لا معناته هذولا مرفوضات. إذن صفر و 2 مرفوضات. إذن شو ضل عندي؟ يا 1 يا 3. now if A equals 4M plus 1 A squared equals 16M plus M squared sorry plus 8M plus 1 اللي بقدر أكتبه 8 2M squared plus M plus 1 معناته A squared minus 1 بتساوي 8. بدي أكتبها 8 K للاختصار. فإذن 8 بتقسم A تربيع ناقص 1 وهذا equivalent لأنه A squared congruent ل 1 mod 8 as required. طيب if A equals 4M plus 3 ما أنا عندي الفردي راح يكون يا أما plus 1 يا أما plus 3. تعالوا نشوف A squared بتساوي 16M squared هي 12 24M زائد 9. لاحظوا هاي بقدر أكتبها 16M squared plus 24M وهي تريك تبعتي 9 بقدر أكتبها 8 زائد 1. now this is 8 2M squared plus 3M plus 1 أنا هذولا أول ثلاثة حدود اللي فيهم 8 طلعت الثمانية منهم عامل مشترك وهناك خليتها 1. طبعا الفرع اللي قبله كان 1 خليته 1. هنا 9 أكبر من 8 شلت 8 منها وخليت ما تبقى اللي هو 1. إذن A squared minus 1 بتساوي 8K 8 في عدد صحيح وهذا equivalent لأنه A squared congruent ل 1 mod 8 as required. اللي بتعلمه من هذا السؤال أنه إحنا الفردي إحنا بنعرف صورته الكلاسيكال اللي هي 2N plus 1 بس أنا لاحظت هون أنها ما فادتني يعني ما جابت لي 8 جابت لي 4 فأنا اضطريت أني أخذ صورة تانية للفردي بس الصورة التانية هاي ما كانت يونيك كانت يا إما 4M plus 1 يا إما 4M plus 3 وبالتالي شفت المطلوب. خليني أحل معلش اسمحوا لي سؤال أخير سؤال 10 صفحة 68 وهذا الصحيح راح نرجع له فيما بعد. If A1, A2, up to AN is a complete
set of residuals modulo n, and GCD A و N equals 1. عفوا هاي N، خلينا بس نكون مبرزينها تماما. Then A 1 A 2 لغاية A N is a complete set of residues modulo n. تعال نشوف البرهان ليش هذا الكلام صحيح. بس خلينا أذكركم بالأول إيش يعني complete set of residues. معناها إنه أي عدد صحيح راح يكون congruent لواحد فقط من هذول، تمام؟ فالآن أنا إيش عندي؟ هذه المجموعة complete set of residues، جبت A relatively prime مع ال N، لو ضربت ال A فيهم راح يطلع معي complete set of residues. خليني أوريكم ابتداء أنه هذولا إيش راح تكونن؟ راح تكونن incongruent. لاحظوا if AAI was congruent ل AAJ mod N، then من خاصية القسمة AI congruent ل AJ modulo N على JCD ل N و A اللي هي واحد، يعني AI congruent ل AJ mod N. لكن احنا حكينا انه هذولا complete set of residues، but AI congruent ل AI mod N، لانه الكل احنا هاي شفناها من خواص الcongruences انه كل عدد congruent لنفسه. اذا هاي صار عندي ال AI congruent لنفسه وال AI congruent ل AJ، لكن هاي complete set of residues بمعنى انه اي عدد congruent لعنصر واحد فقط. so AI هي نفسها AJ، مش congruent، تساوي. hence if I ما بيساوي J then AAI is incongruent ل AAJ mod N، تمام؟ إذا هذولا ولا واحد فيهم congruent للتاني، so AA1 AA2 لغاية AAN هذول عددهن N، ولا واحد فيهم congruent للتاني، إذا is a complete set of residues modulo N as required. خليني أعطيكم exercise، أنتوا بدي تحلوا لي هلا هالمرة. هذا exercise طريقة شبيهة جدا باللي سويته. if GCD A and N equals 1، then C plus A C plus 2A لغاية C plus N minus 1A is a complete set of residues modulo N for any C N Z. شو ما كانت قيمة الC راح تكون، اجمعوها مع الA، اجمعوها مع ضعف الA، اجمعوها مع ثلاث أضعاف الA لغاية N ناقص واحد. طبعا لاحظوا أنا بديت أعد من صفر واحد اثنين لغاية N ناقص واحد، هذول عددهن N. لو أثبت أنه أي تنتين منهن
incongruent زي ما سويت في المرة السابقة، أو خليني أخذ ثنتين congruent وأستنتج إنهن متساويات، فمعناته إنه هذولا راح يكونن incongruent elements، وبالتالي they form a complete set of residues. هذا بتركه لكم as an exercise. توقف عند هذا القدر ونشوفكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.